يا رب على قد نيتنا ادينا وعلى قد نيتهم كفيهم يا رب بحق جاه النبي. مؤتمر اتعمل ونجح يا معلم، مؤتمر نجح. افرحوا ببلدكم يا جدعان، افرحوا ببلدكم اللي رجعت تاني، ومش اي رجعه، دي رجعه ورجعه بقوه. مؤتمر نجح وخلاص، قضي الامر يابا. البلد اللي كانت مكتوب لها انها تبقى الجايزه الكبرى وتبقى من ضمن الفوضى الخلاقه بقت خلاقه من غير فوضى. يلا بقى، يلا يا بيضه، يلا يا بلحه، يلا يا خوخه، خشوا الجح، خشوا الجح، خشوا الجح، خشوا الجح. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب على الناس اللي قاعده لنا. والله انا فرحان قوي، مش عشان حاجه، اي حد في الدنيا بيحب بلده وعارف قيمه بلده بجد لازم يبقى فرحان. ده احنا كان مكتوب لنا هنشوف ايام سودا، يا خبر اسود كان مكتوب لنا. ده احنا كان تخيل كده ماشي مثلا في الهرم فتلاقي لجنه ومكتوب عليها دافه، دافه يقول لك دوله اسلاميه فيصل والهرم. تخيل كانت لجان هتقف لنا كده هم اللي يفتشونا. والله العظيم فرحان، مش عشان مؤتمرات ولا عشان دولارات، لا فرحان عشان بلدنا كان متخطط لها تنتهي. نسيوا التاريخ، نسيوا ان البلد دي عمرها ما هتموت ابدا، نسيوا ان البلد دي اتخلقت علشان تعيش. انما نقول ايه بقى، انما نقول ايه بقى للمحبطين الحاقدين الملتهبين المنافسين المتسلخين؟ نقول لهم ايه؟ نكلمهم ازاي وباي لغه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. مش عايزيننا نفرح، والله ما عايزيننا نفرح. الحمد لله ربنا يبتاع الغلابه، يا ربنا يبتاع الغلابه. ده احنا غلابه، ده احنا غلابه، ما كناش نستاهل البهدله اللي احنا فيها دي. اديكم شايفين اللي حوالينا.